يصبح الخير، يصبح النور، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي عافية. مرة أخرى جدد لقانا معكم يوميا كما عودناكم في اللايف على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، معكم شيف مؤمن بن يونس في كوجينا تاع الدار، هي سبيسيال كونفينمون وسبيسيال رمضان، باش نحاضروا مع بعضنا كما العادة والعواد العديد من الأطباق اللي إن شاء الله قدرة ربي تعجبكم. نجموا تتفاعلوا معنا بكومنتير، تقولوا لنا شنو حضرتوا اليوم، وتعطيونا رايكم حتى في الدباره، ولا شنو هي الاكله اللي تتسائلوا عليها، واحنا ما علينا كان ان شاء الله بقدره ربي نجاوب على الاسئله نتاعكم، ونحاولوا الناس الكل نستفادوا مع بعضنا بالوصفات وبالسورتو لي زاستيوس في رمضان. دونك نقول لكم شنو هو فما منيو اليوم. اليوم عندنا شوربه نتاع عدس، وعندنا سلطه مفوره. زيد كيف كيف نذكركم قبل ما نكمل نحكي على المنيو، راهو بالنسبه للبريباراسيون والماكله واللي بلا كيما نقولوا احنا بالموجود، بالشيء اللي لقيناه، بالشيء اللي نجمنا نقضيه، بالشيء اللي موجود في السوق، كل قدير وقدره. ما احناش باش نحاولوا باش نطيبوا حاجه نقولوا احنا تتكلف برشا، كل نهار وقسمه. هذاك علاش نزيد نعاود نذكركم في المنيو عندنا شربه نتاع عدس، سيرتو نعرفوا الفايده نتاع العدس اللي هو في مقام اللحم. مع شربه العدس عندنا شربه مفوره، توريكم الطريقه نتاعها كيفاش نحضروها. عندنا نواصر بتياش، وزاد كيف كيف للعزاب ولا للي قاعد وحده سيرتو في رمضان وما يلقاش حيله وما يلقاش شنو باش يعمل. اول حاجه احمد بن سلامه، اهلا بيك، شنو احوالك؟ ان شاء الله رمضانك مبروك، ان شاء الله كل عام وانت بخير. عمتي كوكو احمد. دونك كيما قلت لكم، للي باش يحضر حاجه في الدار وحده وما يلقاش حتى ايد، خممنا باش نحضروا لكم بيتزا. مي بيتزا مرة هذيا سبيسيال فيسع فيسع، ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد. في رمشة العين تكون عندنا بيتزا تعمل 66 كيف باش بالليبات نتاع هابيس. باش نوريكم كيفاش فيسع فيسع. باش تعرفوا عندنا البان هابيس، دونك حاضر بيتزا، صوص بيتزا فوركيتا. يا شنو احوالك؟ صافا لاباس بابا؟ دونك عندنا الصوص ديجا حاضرة، كيما قلت لكم للي حاير في الدار فيسا فيسا باش يحضر بيتزا، وعليه ياخذ حتى لي زانغريديون هذوما اللي يسهلوا له حياته. البان هابيز بيتزا، والفروماج كيف كيف لوندور. دونك عندنا فروماج لوندور هابي، هذوما الكل باش نوريكم كيفاش نحضروا بيتزا فيسا فيسا بنينه تعمل 66 كيف. يس يس بيتزا، يا حسرة احمد على البيتزا تاع شنغهاي، يا حسرة سنين دايما يا دي عايش خويا. دونك كيما قلت لكم بيتزا تحضر في البوالة زادا مش في الفور، فيسع فيسع بالامكانيات اللي عندكم موجودين. وابار البيتزا باش نحضروا نواصل بالدجاج، دونك سيرتو نعرفوا اللي تبارك الله بضحك ولعب، يعني تعدت جمعه، فاتت جمعه في رمضان، باش نحضروا كل مره نحضروا العديد من الاكلات. وانتم تنجموا تحضروا لنا، تخليوا لنا كومونتير موجود تقولوا لنا شنو حضرتوا، والا كيف كيف تنجموا تحضروا لي بلا وتجيو فيهم في الباج في الفيسبوك ولا في الانستغرام، وتعطيونا رايكم وانا نعطيكم راي زاد سيرتو في اي وزيت زيتونة. سي فري، صحيح صحيح. دونك يا حسره سوفينير حلوين برشا. كيما قلت لكم مع نواصل بالدجاج باش نعملوا ديسير خفيف وبنين واوريجينال. كي نقولوا اوريجينال يعني بالامكانيات اللي عندنا موجوده سيرتو، وكل شيء ميسالش. تو تسمعوا بها الكلمه هذه برشا بقدره ربي عند برشا عباد، كل سوا يعني في الكوجينه ولا في اي حاجه، يقول لك ديما تارت اما فاسون، نواصر اما فاسون، بيتزا اما فاسون، كل شيء باش يحطوه اما فاسون، وبيان نقولوا كلمه ريفيزيتي. باهي نموت عليها نواصر، يعطيك الصحه. دونك مريم تنجم تقول لنا كيفاش تحضر نواصر، واحنا تنعطيوك كيف كيف اللي توش نتاعنا كيفاش نحضروا نواصر. حاولوا ما تنساوش تفاعلوا معنا، قولوا خليوا لنا كومنتير، وراني بالحق بالحق سي غراس افو اني انا بالنسبه ليا يوميا نقوم فرحان، نقوم في نشاط وحيويه باش نعمل لايف على خاطركم. وسي غراس افو اللي انتوما تعطيوني كالشحنه هذيك باش نزيد نعطي البلوس في لي ريسيت. باهي سنده بربيع بونجور. باهي كيما قلت لكم ذكركم في المنيو، دونك عندنا شربه نتاع عدس، عندنا سلطه مفوره توريكم الطريقه تاع التحضير نتاعها، نقولوا احنا الدريساج. عندنا بيتزا رابيد، وعندنا نواصر بتشيش، والديسير عندنا فيرين تاع بيناكولات. باهي في العاده شويه نظام في وسط الكوجينه. دونك نصوركم سيرتو في رمضان، توا تعدى الكنزان الاولانية، ومن بعد نوليو نحيرو ما عادش نعرفو شنو باش نطيبو. هاكا زادا كيف كيف توحشنا المقلوب، توحشنا البيتزا، عملنا لازانيا بيان سور
دوريتا تنعمل لكم لازانيا. سورتو حاجه بالنسبه لي كومونتير، راهو ساعات ما نقراش الكومونتير الكل، نبدا لاهي في وسط البريباراسيون. كيما قلت لكم سورتو في رمضان نتوحشوا برشا وكونفينمون والله غالب، انا نحاولوا باش نجتهدوا في لي ريسيت والحاجات الزمنيه ريفيزيتي تونسيه اللي يحبوها الناس الكل. كيما قلت لكم باش نعملوا شربة عدس، والشربه نتاع عدس المنفعه نتاعها ما تحصل. امين ايدودي بونجور. المنفعه نتاعها ما تحصل كيما نزيدوا العسل قارص سند بريك دانوني شيف بسميت بيان سور يا سند الله يبارك. دونك كيما قلت لكم نرجعوا باش نحكيو شويه على المنيو، باش نحكيو على المنفعه نتاع الماكله. راهو سورتو بور كومبوزي ان منيو يلزمنا نقراو حساباتنا. اش معناتها نقراو حساباتنا؟ اللي فما البروتيين، فما كل شيء. كيما قلت لكم العدس يعني ليكيفالون نتاع الحم اون تيرم دو بروتيين، كيف كيما لابليبي. علاش لابليبي؟ راهو بروتيين، هذاك ليكيفالون في الفالور نوتريتيف نتاعو كيما الحم. المنفعه باش البدن يحاول يبسوربي الحديد اللي موجود في العدس، في الاخر نزيدو قارص. بونجور بونجور ساره. به نبداو كيما قلت لكم، اول حاجه نحطو شويه زيت نجمه ديو. الميلونج نتاع زيت نجمه ديو كيما قلت لكم ما بين مايس وتورنوسول يعطي نكهه اخرى. يعني اوليو في الزيت نتاع الكويسون قبل تلقى موجود مدام انيسه. بونجور بونجور. كيما قلت لكم الميلونج نتاع الزيت نتاع التورنوسول والمايس نجمه يعطينا نكهه اخرى. سورتو لي برودوي راهو بالحق باش نقول لكم في الكوجينه استعملتهم يعني قبل ومازلت نستعمل فيهم، يعني مش مثلا نستعمل في برودويات بغرض الاشهار. يعني هذوما برودويات اللي كي تجي للدار تلقاهم عندي، وحتى من قبل نخدم بهم حتى للجميع اللي يعرفوني الكل. دونك لي برودوي ديما يبداو موجودين في الكوجين. اول حاجه حطينا شويه زيت. توحشت القصان تاع الخضره، يعني الحقيقه كنت قبل فما طرف خضره ما قصوش، من توا باش نجم نقص شويه الخضره. وكونفينمون ماك تعرفوا زاد كونفينمون والريستورونات والوتله كل شيء. هاكا رانا احنا كيما لي بانتر، يعني اوني دي زارتيست يقول لك تنسى ما تخدمش برشا برشا اون بيغ لا ما. به رمضانك مبروك بنت خال ان شاء الله مريم عمر، اهلا وسهلا. به شو نحطو شويه صل اذا في ساعه كي تقلى. الجميع اللي خلطوا علينا منيو هاو كنتوما تنجموا قولونا على المنيو نتاعكم واحنا نعطيكم فكره على المنيو. حطوم بونجور اهلا بيك. المنيو نتاعنا شربه نتاع عدس كيما نقول لكم سبيسيال كونفينمون بلي زانغريديون اللي عندنا موجودين واللي حتى موجودين في السوق. الشربه نتاع عدس مع شربه نتاع عدس سلطه مفوره، توريكم الطريقه نتاع التقديم نتاعها خاطر راهو الفرق ما بين روسيت وروسيت اللي الطريقه نتاع التقديم نتاعها. باه رمضانك مبروك سنين دايما عايشك بلدي. كيما قلت لكم نحاولوا مع بعضنا نحاولوا نجتهدوا في الكونفينمون، راهو الفايده تعم على الناس الكل. يعني تنجموا تبارتاجيو وتاجيو، تنجم تلقاو على الفاج فيسبوك شيف مومبي يونس، كيف كيف الانستغرام، واللي ما خلصش على الحلقه ينجم يشوف الرديف في الشان يوتيوب. باه حطينا شويه سفناري شويه بصل شويه بطاطا الخضره كل قدير وقدره عفيف. بونجور. هذا بالنسبه للوصفه نتاع العدس، حتى انتم تنجموا تحطوا لنا الوصفات اللي قلت عليهم. ميرسي بوكو علي يعطيك الصحه، علي كليني برجب والله يسمع ان شاء الله قدرة ربي. يعني عندنا راهو شيفين كبار برشا، وعندنا عباد راهو تونس تبارك الله فيها برشا 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 كلوا مواهب موجودين. بوركوا با احنا بدينا بالديتاي صغير هذايا ونحاولوا الفايده تعم مع الناس الكل. سيرتو راني نزيد نفرح ونعمل جو كي نلقى لي كومونتير نتاعكم، كي نلقاكم متفاعلين معايا. يعني اللايف راهو ينجم يكون كان بكم انتوما. اسكندر بونجور. بعد ما حطينا شويه بصل شويه سفنيريا شويه بطاطا، عندنا شويه العدس، عدس اصفر. فما شكون يحضر بالعدس الاصفر والعدس الاحمر، فما اون فاريتي كبيره برشا. كنا حضرنا قبل سلطه نتاع عدس، وتو كيف باش نعملو شربه تاع عدس. باه نصبو شربه تاع عدس. عندنا شويه ثوم وكمون ما نحكيكمش، سيرتو بلي زيبيس موجودين، زيبيس تاع الجميع.
خليو الماء بحذنا. خلطوا الماء مليح كيف كيف. بالنسبة للعدس راه فما شكون يرحي فما شكون يخليها كي، يعني انتم تنجموا تحاولوا تبعوا أي طريقة من الطرق اللي انتم تحبوها المفيد، النتيجة تكون باهية. أنا العدس بيرسونال مون نحب نخليها كي يبدا ظاهر مع الخضرة كيف كيف. بعد كي باش نرحيوها يولي كريم زايو. توا نفوقوه به ولكم شيء بالنسبه للفاح. سونيا بونجور. احمد كيفاش باش ذوقنا بعد ما تشهينا؟ احمد نورمالمون انت تعرف الماكله تبارك الله، ذقت قبل الماكله وان شاء الله توفى الكونفيرمون. اجا بحذايا شقان فطر حاضر به. اسكندر بونجور اهلا بيك. حطوا مغرفه طماطه معجونه. سيرتو بالنسبه للريسيت كما قلت لكم يعني تختلف، انتم تنجموا تتفاعلوا تقولوا لنا. فما شكون اللي قبل لي قال لي طماطم معجونه، فما شكون يحط طماطم معجونه افروا، مي كل يقول لك كوجينا بين كوجينا يعني نلقاو العديد من الاختلافات. مي الهدف واضح كيما قلت لكم، شويه ملح، ناخذ شويه ثوم، الحق سوفينير حلو برشا وقت الطلعة متاع شنغاي أحمد، والله بالحق طلعنا مع دولة بروموسيون متاع ويلد أوليف، أنا مثلو في الدولة يعني في زيت زيتونة، وكانت تجربة حلوة برشا. مؤمن صح أخويا عربي أهلا بيك. باش نحطو شوية ثوم، خليوها سلة سلة، باش نزيدو نمرقو ونتعداو للبلا اللي نبعتو. بالطبيعة باش نكونو خفيف باش ما نطاوش عليكم في وسط اللايف. هاكا البلاك زادا باش تحولنا البلاك. يمينة بونجور. دونك يمينة من المشاهدين اللي الأوفياء اللي كل نهار يتفرجوا على اللايف. كيما قلت لكم هاكا تعاونكم البلاك ويربول اكس اليوم. حتى الحاجة الباهية راهو بالنسبة للنساء راهو نتواياج ما تستحقش برشا جهد ولا حاجة كبيرة برشا، نتواياج يعني سبونتيكس مسحة خفيفة تكون نظيفة. باهي سناء يعطيك الصحة، نحب نولي ديما نتبعك، جيب لنا برشا وصفات. باهي سناء تبعنا بقدرة ربي ان شاء الله لايف. الحاجة اللي نحاول باش نوعدكم بها اللي بقدرة ربي ديما تلقاو لايف، مش حتى كان شهر رمضان بركة كان نجمنا نعملوا لايف ونفيدوكم بالعديد من الوصفات. ميم سي باش نحاولوا بقدرة ربي نعمل لكم روسيت نتاع بريك ديالي هوم ميد، يعني نوريكم كيفاش الطريقه نتاع الاعداد تاع البريك سورتو لي تاو كونفيرمون، ونتوحشوا برشا البريك العربي الملصوقه ديالي. الهام بونجور باه. كيما قلت لكم العدس هاكا حاضر، تاو باش نتعداو باش نحضروا مع بعضنا الصوص نتاع النواصر. كيف كيف نحبكم كيما قلت لكم تحاولوا تتفاعلوا معايا بالنسبة للروسيت، وتقولوا لنا شنو رأيكم. نعرف اللي الوصفات الكل راهي تختلف من بلاصة لبلاصة، وانتم تحاولوا تعطيونا شنو رأيكم في الحاجات اللي احنا قاعدين نحضروا فيها واللي انتم كيف كيف تنجموا تحضروها. يمينة وإلهام وسناء وجميع الكل اللي تابعوا فيا تنجموا كيف كيف تخليونا كومنتير تقولوا لنا شنو المنيو اللي تحضروه اليوم. بالنسبه للصوص تاع النواصر دو بريفيرونس للجماعه اللي يحبوا يحضروا صوص تاع النواصر بنينه تاع 66 كيف يتابعونا، وكيف كيف يتابعوا الروسيت. فما شكون يفور النواصر على الصوص نتاعها، فما شكون يفورها على الماء. بيرسونيلمون بالطبيعه سيرتو في كوجينا نعرفوا حال نتاع رمضان واحد يبدا انسان نقولوا احنا مهمش شويه، دونك نخليو الصوص نتاع النواصر تيب ابار. باش نستعملوا كالعاده زيت نجمه ديو بلس فيتاميني، نحطو الزيت هنا، شوية بصل، شوية خضرة، بطاطا، سفناريا، مريم عمارة. والله برمجت باش نطيب نواصر. هيا ساتون بيان. هيا مريم قولنا كيفاش تحضرها نواصر، تتفور نواصر تفورها على الصوص نتاعها، وإلا تفورها على
على مي، انا بيرسونيلمون نفورها على مي، باش تخليها باش حتى لو كان الصوص ما تنشحش برشا تقعد لي فما موجودة الصوص. باه نحط حري شويه بصل، باش نحط طنطومه نكه فما كيف كيف جرين فلفل اللي عم ستوكس كيف ضربة طماطم معجونة واخترناكم زبدة كيف الدجاج كيما العادة والعوايد تكون موجود دجاج مليحة موجود في الكوشين. اخترنا لوز كويس باش نطيبو بيه المواصل يعني الطريقة متاع العادية تختلف اليوم كمونية بسلوبيا برود وخضرة وسلطة مشوية وبريك صحة وبشفاء. باه باش نحطو الدجاج لودو كويس متاع مليحة حطينا شوية طماطم معجونة في العادة شحطو شوية مية بحلينا. بونجور شيء طيبة حليمة وليد ناس منين مسلمين عليك يا شيف سلم عليهم يا بابا عايش خويا الغالي يا وليد. هاكا أحلى تحية للناس الكل اللي يتبعوا فينا في اللايف سنير أمتي ديديكاس يا أمتي كوكو لسي خالد عويج كيف كيف يعطيه الصحة اللي تلقاو اللايف زادا بارتاجي على الباج تاع فينيسكوب وكيف كيف الحازم بن عيسى راديو بون ليونور. نحط الماء غير بعد ما نعمل التقلية الخفيفة هذيك بنينة تعطي جرين فلفل دي بريفيرونس محيوة ديجا في التقلية الجرايم فلفل يعطينا نكهة أخرى. باه السلامة نحب نعرف كيفاش البوزة. باه توا نبعثو نخليو لك ميساج البوزة خلينا ميساج تنجاوبوك رياض نواصل صوص بلونش وزيبينار. باه رياض جي بارتاجي شوف شكشوكة زادا كيف كيف تحية رياض اللي هو شيف كوجينا زادا كيف كيف ويمتعنا باللي روسيت لبنان اللي يعمل ستين كيف كما قلت لكم. نشكر الناس الكل اللي ساهموا سورتو باش اللايف هذا يتعدى على الباج كما قلت لكم ديديكاس وميرسي بوكو لخالد عويج على تونيسكوب حازم بن عيسى راديو بون لونور فتحي رجب بونجور بونجور وليد برقاوي يا وليد تبعنا في لي روسيت اغزر لي شنو باش نعملوا شنو نحضروا هاكا عندنا شويه زيت ديو فيتامين اي بلس نتاع نجم. باه وجدي نورس بونجور عنا شويه قرع اخضر للنواصر هاكا نحاول نقرا لي كومونتير ونطيب كبشون. نهارك زين يا سي فتحي فوزيه عسلامه شاف شنو هو المنيو تاع اليوم. باه بالنسبه للمنيو تاع اليوم قلت لكم شربه تاع دس كنا حضرناه باش نحضروا النواصر باش نحضروا بيتزا رابيد سبيسيال على الاخر يعني ما طلبش برشا وقت وسلطه مفوره تواريكم الطريقه نتاع الاعداد وفيرين بيناكولادا يعني حاجه لازمكم تتبعوا لازمكم بالعاني هكا نحاول نعمل شويه سيسبانس باش نتوما تتبعونا شنو اللي باش نحضروا. به عندنا شويه الفرع شويه السنيريا نجمو تقولوا لنا شنو هي الدبارة نتاع اليوم اللي نتوما كنتو باش تحضروها ولا باش تحضروها. باه هذه هي السفناريا اليوم نهار صحيح فيه شمس اما شوية ريح خلق شوية الحق بريحة الخضرة راهو ربي يفضل الوالدين الكل ونساء الكل يعطيهم الصحة اللي هما في رمضان وفي الوقت الكل يطيبوا دبارات. فما شكون بالنسبة للخضرة راهو بنتها
يقول لك كل حاجة حطها بالكويسون نتاعها، أما ربي فضلهم كيما الوالدة يعطيها صحة، تحط كل شيء على بعض وتجي كل لمسة، لمسة نتاعها سحرية تاع الناس الكبار، ناس بكري زادة ماماتي كيف كيف الله يرحمها، تعطيك نكهة أخرى، حاجة من وراء العقل. كيف كيف راهو كل هو يقول لك نفوس شربة فريك تاجين من جاز كافتاجي سلطة فجل به تو باش نتعداهم فوق صوص تاع نواصر، بالنسبة صوص تاع نواصر شوية ملح، نجيبو كالمغرفة الزغرونة، نلوجو على المغرفة الزغرونة، هاي هاي المغرفة الزغرونة نتاع الفحات، نحطو هريسة عربي، شوية كركم، فلفل أحمر، فلفل زينة، بركا لي زيبيس الكل موجودين، لي زيبيس تاع بالجميع، دونك تقاوم فيهم من نكهة زمنية من قاع الخابية، نجموا بالحق تجربوهم وتقولوا لنا الرأي نتاعكم. أنا زادة مريم باش نطيب سلطة نواصل، نواصل سلطة خضراء بريك دنوني وبسبوسة في السهرية. أنا نواصل حط لي فيها شوية جبانة. بيان سور بالطبيعة اللي تشتهيه وتنجموا تحطوه في بالنسبة للبلا راهو الدار داركم، واللي تشتهيه أنا موجودين باش نحاولوا باش نلبيو رغبات نتاعكم، نحاولوا الفايدة تعم على الناس الكل، زادة كيف كيف انتم حاولوا بارتاجيو باش الناس الكل يستفادوا باللي روسيت يستفادوا باللايف، واللي خلط علينا ينجم يعاود يتفرج من بعد على الرديف في شان يوتيوب. دونك حطيت شوية تفاح، فلفل أحمر، شوية كركم، تنزيد حط شوية كركم، شوية فلفل أكحل، باش نخلي الزيبيس بحذايا تنقولكم علاش. حطيت الفلفل الأكحل، حطيت الزيبيس الكل، تقعد شوية الهريسة، هريسة زمنية والله بالحق، يعني جربوا جربوا مثال جربوا، أعطيونا الكومنتير نتاعكم نتاع الفاح اللي موجود، تو باش نخليها بشوي بشوي، نهار الخطا نتاعها. أمور أمريكية نعاود الروسيت به، نجم نعاود الروسيت يمينة شاف عملنا برنامج روسيت بسبوسة به، إن شاء الله بقدرة ربي تو نعملو روسيت تاع بسبوسة. نذكركم في المنيو، دونك عندنا شوربة نتاع دس، عندنا سلاطة سلاطة مفورة توريكم طريقة التقديم نتاعها، عندنا بيتزا فيسع فيسع رابيد، بيتزا سحرية هذيا الإكسبريس السحرية، مع البيتزا عندنا نواصر هاو توا تنذكركم كيفاش حضرنا نواصر، ومن بعد عندنا بالنسبة ميمو وميمة أهلا بيك بونجور بونجور، الديسير عندنا موس تاع فروماج بيناكولادا بسكوي، تنقولكم بالحاجة بالحاجة، حاولوا نتبعوا بالسياسة بالسياسة، باهي، باش نجيبوا بكرة نواصر، دونك نواصر الوردة سافور دو لاني 2020، باهي قبل كل شيء ناخذ بوك، حاولوا ديما بطبيعتنا ننظموا الزايد نحيوه من بعدنا، دونك باش ناخذوا باكو نواصل الوردة، كما قلت لكم بالنسبة للروسيت يعني كل واحد كيفاش يحاول يحب يحضر الروسيت على كيفه، دونك هذايا نواصل صابينا نواصل في بور، شوفوا خويا دوب ليش فلفل أكحل، شوية ملح، كيف كيف فما توش واحدة أخرى سيرتو بالنسبة للنواصف برشا يقول لك اسمع راهو ما كفاتنيش الصوص، هاكا عطينيكم أستوس باش تخليو الصوص ما أفار، دونك الصوص هايكا تكفي.
جاي سيد نواصل الوردة. طيب بالحق انا بدي بيرسونيلمون طيب يعني نواصل الوردة وامتي ديديكاس للتوانسة كل اللي موجودين في فرنسا، دونك امتي ديديكاس الرانيا البيرم والولاد اللي في ميزون دو تونيزي في باريس قاعدين يتبعوا فينا الكل. هذوكم بالحق العزيز باش نعطيكم رسيت باهيه برشا نتاع بيتزا سهله سبيسيال كونفينمون سبيسيال رمضان. به بعد ما حدينا شويه ملح وشويه فلفل اكحل باش نحطوا شويه كركم. باش نقول لكم معلش باش نفوح النواصر باش من بعد حتى كي تتفور هكا تقعد الكولوراسيون نتاعها موجوده. ساره بونجور شيف، شنو دبرت اليوم؟ دبرت اليوم عندنا شربه نتاع دس وسلطه مفوره ونواصر بيتزا لابيد ومستع فروماج بينا كولاتا. به بالنسبه للزيبيس كيما قلت لكم شويه فلفل احمر وشويه مش هوريكم حط لكم شويه تليفون هاك كيفاش. علاش فوحنا نواصر باش حتى كي تتفور من بعد تقعد موجوده كل تبدا تنتي يعني كولوراسيون نتاعها تبدا تنتي. نحيو الزيبيس بعد ما كملنا بيهم كي نغيس نخليهم وحدينا. سيرتو الكولور 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 هذايا تاع اللحم الاصفر باهي برشا الماكلة. به جيجي بونجور جيجي، شوية زيت كالعادة زيت ديو نجمة فيتاميني بلوس عفوا سيرتو تلاين تلاين توا كان يراو نواصل وهي ما يحبوش نواصل تلاين خاطر يقول لك المقرونة يلزمها تكون الدنتي ويلزمها ويلزمها دونك سي با لا ميم ريسيت بالنسبة ليهم. من بعد ما خلطنا مليح مليح بعد حطينا شوية ملح شوية فلفل أكحل هاو تراو الكولور نتاعها كيفاش. بعد ما خلطنا نواصل نخليوها ابار باش خليوها تتفور تبو هايكا صوص. نقول لكم تنجموا تفاعلوا معنا تخليونا دي كومونتير. انيس بونجور تخليونا الكومونتير في شنو لي بلا اللي حضرتوهم ولا اللي باش حضروهم. وكما قلت بكري ان سبيسيال ديديكاس للناس الكل اللي موجودين مثال في فرنسا كيف كيف ان سبيسيال ديديكاس لدرة نقول لها ان شاء الله رمضانك مبروك وان شاء الله كل عام انت حي بخير. نقول لها شنو عامله سيرتو في الكونفينمون هذيا في فرنسا للناس الكل تابعوا فيا كيف كيف. الاشرف زاده حنان بونجور دونك سيرتو دورة تعطيني في لي روسيت تعاون فيا في الباك ستيج نقولوا احنا تعطيني في شويه دي كونسيني نقول لك دورة ميرسي ميرسي. باه هشام وانتي بألف خير شاف. نجمو تابعونا على اللايف موجود اللايف على الفيسبوك ولا للي ما لقاش على الفيسبوك ينجم يشوف الرديف في الشين يوتيوب. صوص ما شاء الله بسيسة بسيسة باش نقصو فيها الصوص. نواصل هاي حاضرة جوست باش تتفور. ألفا بونجور. باه كيما قلت لكم اخترنا نواصل نتاع الورده البيضاء اللي هي خديت سافر دو لاني 2020. الصوصه هاي حاضره تو باش نحضروا مع بعضنا البيتزا. به انيس فلفل انقاب. به دونك للناس الكل اللي خلطوا علينا باش نقول لكم شنو هو المنيو. المنيو اللي هي شربة عدس ابار شربة عدس عندنا سلطه مفوره توريكم الطريقه نتاع التقديم نتاعها وعنا نواصل عنا بيتزا سيرتو للعزاب كيما قلت لكم حاجه رابيد فيسع فيسع ما تطلبش برشا وقت. باش نقول لكم علاش نقول لكم شنو المقادير شنو المنيو اليوم. كنت نقول في المنيو ديجا باش نسحقوا بوال عاديه كعنا باش نحطوها على البلاك نتاعنا ويربوليكس اليوم نار قويه ما تنساوش. محمد يعطيك الصحه يا محمد. باه لو بوالا بوطون لي بوالا تسخن شوريكم كيفاش
في لمح البصر تحضروا بيتزا. انا بان هابيس بان بيتزا حاضر باش بريكوي عندنا صوص متاع بيتزا فوركيتا. دونك بالنسبه للصوص حاضره يعني ما عليكم جوست تحطوها فوق البيتزا والسوليسيون اللي بعدها اللي هي شويه فرماج. دونك بلوتو برشا فرماج مش شويه فرماج الحقيقه لوندور نعرفوا اللي فرماج لوندور هكا 100% موزاريلا فيلانتي كما يقولوا. راني ميرسي شيف بو ديديكاس ما سانسبير دي منو شاك جور تابوني بالحق سيرتو على البيتزا نعرف شو هذيك فيسا فيسا. دونك الحاجه الاولانيه تروز انغريديون بان بيتزا هابيز صوص طومات فوركيتا وفرماج لوندور. تعرفوا عليكم فرماج صحاب فرماج لوندور بون باش نعملو ميلونج تاع فرماج مش نحطو نوعية بركة تاع فرماج يعني نحطو إدام شوية جودة. شيف عبد الله أهلا أهلا بيك شنيا حوالك شيف عبد الله. باش ناخدو بات سهلة طريقة مت... يعني كما قلت لكم ما تطلبش برشا جهد ما تطلبش حتى برشا وقت. هاو الخبز حاضر حاضر باش كما تراو فيه بدات ريحة البيتزا تظهر حطو هنا حطو هكا هما خليهم من بعد وريكم كعبة بركة. وكان تحب تنزيدو وريكم الطريقة متاع التحضير صوص هذا فوركيتا. دونك المكونات نتاعها ديجا طماطم وشويه ملح وزعتر حاجه بينا برشا نوريكم ان شاء الله تراو في البوالا هاكا تو ديريكتومون من الحكه والمغرفه نحطو الصوص سهلة سهلة حاجة سهلة 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 على الاخر على الاخر ما تطلبش برشا وقت وما تطلبش برشا جهد. باهي مالك زميت اهلا بيك مالك شنو حوالك اوات فين تبيع تلقاها موجودة في الكرون سيرفاس يعني ريت سيرتو سبحان الله لي برودوي اللي خدمنا بهم توا في رمضان وفي الكونفينمون كلهم دي برودوي جدد يعني تلقاهم موجودين في لي ماغازان سوليسيون حلوة برشا. باش نحطو الفرماج لوندور اسمع اسمع الصوت هاو بدا زيت فرماج تبدا مشخشخة انتظروا بريكم شوية تليفون معكم معايا هيا هاي بالنسبة للبيتزا في بوالا ما طلبش برشا وقت ما طلبش برشا جهد. هاي يمينة هاكا تبارك الله ها سهلة فيسع فيسع باش نغطيو عليها وهكا تكون البيتزا حاضرة. هذيك باش نعملو كعبة بركة فيسع فيسع باش ما نطاوش عليكم سيرتو في المنيو. كيما قلت لكم نشكر زاد سبونسور الكل اللي ساهموا باش ينجحوا باش ينجحوا اللايف هذايا من لوندور فروماج لوندور اللي هو كل واحنا ديما يكون موجود مليحة جامبون فوركيتا الوردة نواصر ديالي زيت نجمة ليزيبيستا بالجميع لابيدي فيوند فانواز دكتور أذكر جولدينا هابيس يعني تبارك الله ميزون ألمون زاد كيف كيف ويربول الكل بالحق عاونونا باش نحاولوا نحضروا لكم لايف يعمل 66 كيف باهي. ذكركم دونك بالنسبه للمنيو حضرنا الشوربه نتاع العدس حضرنا البيتزا هاي اونكور النواصر هاي تمشي الماء قاعد يغلي شنو اللي مازال حاجتي
الفيرين نتاع الموز دو فروماج. بالنسبه للفيرين ومزاد السلاطه، نوريكم الطريقه نتاع الاعداد نتاع السلاطه، ومن بعد فيسع فيسع نوريكم كيفاش حضروا الفيرين. انا نبدا باش نحضروا فيها السلاطه. كيف كيف السلاطه مهيب، بونجور بونجور مهيب، اهلا بيك. بالنسبه للسلاطه المفوره دونك حابين باش تكون زاد كيف كيف باللمسه الزمنيه، يعني حتى القصان نتاعها مش قصان نتاع شيف كوجينا، قصان نحب نقولوا احنا قصان عربي. هنا شويه بطاطا، يمينة هاي جلبانة، يمينة شوية جلبانة، شوية سفنيريا، ما نساوش كيف كيف لي صوص بونا، خاطر هاذيكا لو بلوس اللي باش نعملوه بالنسبة للدريساج. عنا لي صوص بونا باش تشوفوني باش تتابعوني شوية شوية. دونك كنت حطيت شوية جلبانة، شوية بطاطا، شوية سفنيريا، شوية فاريونت. باترون سفيان فضلي أهلا بيك. كيف كيف سبيسيال ديديكاس سيرتو للوالد منصور بن يونس، ربي يفضله وربي يطول في عمره وربي يخليه لنا. تاج للوالدة كيف كيف هندة بن يونس، يعني ربي يفضلها ويطول في عمرها ويخليها لنا. كيف كيف ان سبيسيال 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 للناس كيما قلت اللي في هما في باريس، الخويا اشرف خويا كبير، نقول له ربي يفضلك ربي يطول في عمرك ربي يخليك لينا، رانا توحشناك، هيا روح كمل كونفينمون، هيا روح به. فماش حاجه حلوه شاف ام هاجر، ام هاجر تبعنا بعد عندنا فيرين حلوه برشا نتاع بيناكولادا. لحظه 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 نوريكم فيسا 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 البيتزا. اي معايا يجاو معايا فيسا 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 الميكرو نورمالمون نصور الصوت مازال يمشي. هيا البيتزا، شوف الله صلي على النبي، ما عادش كان تراو في التصوير نتاع البيتزا تعمل 66 كيف هذيك. من بعد البيتزا باش نزينوها هاكا، يعني فيسا فيسا ما خابين عليكم حتى شيء. هيا لي محمد سيف الدين، نرجع نسيو الميكرو. دونك فيسع فيسع البيتزا ديجا حضرت، يعني ما خبينا عليكم حتى شيء. تروز انغريديون دو باز اللي هما البان بيتزا هابيز، زدناه صوص فوركيتا والفرماج بلوندور. تبارك الله الفرماج هزا منقص توا البيتزا، قصوها توا مش عارف نعمل. احنا نعمل في اللايف على خاطركم دونك. بيتزا فكرة، بيتزا رابيد. هذا نقصو نصو فيسا فيسا تبيع كوش الميكرو رجمو تسمعونا. نخرجو فيسا فيسا هيا بيتزا حاجة البنة، هاي الفرماج. دونك هذا البيتزا تاعي أنا برجولية باش نزل نحطها في صحن نخبيها، سيرتو واحد صايم. سامحوني على المشهد هذاك، أما مشهد حلو برشا سيرتو توا في الكونفينمون وما فماش لا بيتزا لا مقلوب لا سندويشات لا حتى شيء. دونك أول حاجة باش نعملها باش ناخذ بيتزا باش نبعدها من بحذايا. نعطيكم فيسع فيسع المشهد، حاجة من وراء العقل، بيتزا رابيد سهلة تعمل 66 كيف. خليها بحرية تسمع الصوت، صوت مريقل ماهير ما تقعد بدل في بلاصتو. يعطيك الصحة عاطف به. طب شو نحطو نوصل تتفور، كيما قلت لكم مش خليو نوصل تتفور على 100 وحدة أبار، يعني مش باش نخليو تفور على صوص. صح عليك امينه صح، وبشويه ايجا ايجا بالحق، ولا ايجا البيتزا
والله بحذانا الناس الكل نقسموا شقان فطر، الناس الكل ريت تبارك الله، الناس الكل اللي قاعدين يتفرجوا الكل يجيو شقان فطر، الناس الكل وربي ينزل بركته. باه شنو نوع الفرماج؟ باه بالنسبه للنوعيه نتاع الفرماج فما 100% موزاريلا كيف كيف النوفو بيبي نتاع لندور، زدناه ان تي ميلونج كيف كيف نتاع لندور كله مع بعضه، وخليناه هو ديجا 100% موزاريلا وحده يعطينا نكهه اخرى. باهي نرجع للسلاطة، كيما قلت لكم السلاطة نرجع حطينا شوية بطاطا، حطينا شوية جلبانة، حطينا شوية جلبانة، شوية سفنيريا، شوية فاريونت، باش نقصو فيسا فيسا، شوية طماطم، باهي عاودلنا مقادير العجينة. لا بالنسبة للبات الغول راهو مش 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 عجينه، لا لا هذه بات حاضره باش يعني روسيت ما تستحقش نتاع بات نتاع بيتزا، البات موجوده هيا نحن بركه بان بيتزا هابيس نخصو شويه طماطم نزيدو السلاطة. فواز بونجور فواز، بالطبيعة يلزمني نحاول نحكي كون طيب، انتوما خليونا شنو هو التبارة نتاعكم 100% موتزاريلا لندور عاطف غول ميرسي شيف. باه توا نتعداو للي صوص باش نصوصيو بونا، دونك سيرتو زاد لي صوص بونا، وانا نحب برشا 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 المونتادا لونسيان بونا الحقيقه والله بالحق. سي ان برودوي اللي نعمل الجو في سلايت وكل شيء. باش ناخذ مايو تشيز بونا وعندي شويه صوص علاي كيف كيف صوصيو هاوكا، وتوا نخلطوها مع بعض مليح مليح مليح، ديجا كيما تراو. بونجور فواز، سندا بونجور، هذي بالنسبة السلاطة. مسألة السلاطة باش نزيدو فيها حاجتين هما اللي باش يزيدو يبنو فاطمة رياحي سويسي يعطيك الصحة. باه نزيدو فيها حاجتين، الجامبون مليحة، جامبون تاع الدجاج نقصو شوية جامبون، كيما قلتلكم السلاطة راهو سيرتو في الكونفينمون في الدار بالإمكانيات وبالشي اللي عندكم موجود تنجمو تحضرو بلا يعمل 66 كيف، والفايدة اللي باش تحصل اللي هاوكا الناس الكل تبارك الله في الكونفينمون وليت الطيب يعني موجود ولا فما فما بلوس. باه باش نقص شويه جامبون مليحه، جامبون تاع دجاج هاكا سلطه تبدا مشكله، كل قدير وقدره يعني بالشيء اللي عندنا موجود نحاولوا نعملوا سلطه بنينه تعمل 66 كيف. لي جامبون باش ناخذ شويه فروماج لوندور ادام، دونك فروماج ادام هاكا السلطه تبدا مشخشخة امورها بنينه تعمل 66 كيف. نجمو كيف كيف تخليونا كومنتير تقولولنا شنو حضرتو كيفاش عملتو، شنو رايكم في الروسيت تاع البيتزا هذيك سبيسيال كونفينمون سبيسيال العزاب اللي ما عندوش كيفاش يحضر بات، اللي يحب ياكل حاجه في الدار توا وما فماش. تحيه بالله بالحق بالحق تحيه للناس الكل للعباد قبل كل شيء اللي قاعده تتبع فيا دي با، مي اوسي تحيه للناس الكل اللي في الكونفينمون ما عادش تخدم ما بين ساندويتشات وكل شيء. ناديه بونجور،
ام تي كوكو ناديه. دونك يا حسره ناديه، عملنا مع بعضنا ايميسيون تاع كوجينا وقت عديت في حنا بعض، كانت اكسبيريونس حلوه برشا. قاعدين نقصوا في الفروماج ادام لوندور، مش خلطو مع سلاطه الكولور كيفاش يكون. زدناه مايو تشيز تاع بونا، زدو شويه معدنوس. بالنسبه للخضره زاده كيف كيف، نجمو تقعدوا في الدار، ما تحقوش باش تخرجوا من الدار، هاكا فريشكا ديستريبيسيون تجيب لكم الخضره وين انتم. باش نقصوا شويه معدنوس سلاطه، كما قلت لكم كل قدير وقدره، يعني كل واحد وكيفاش يحب يحضر سلاطه على كيفه وبالذوق اللي يحب عليه، يعني كل قدير وقدره الامكانيات اللي موجوده. هاكا نحاولوا فيسا فيسا. بونجور بونجور دي بونجور ناديا، كما قلت لك ناديا انتي كوكو يا حسره على الميسيون نتاع الكوجينه في رمضان. تفكر الكونديسيون تاع رمضان في الحق سي با فاسيل باش تحضر ايميسيون، بون مش كيما لايف هذايا، اما ايميسيون في تلفزة وفي رمضان الكونديسيون هذيك حاجة صعيبة برشا برشا برشا. السلاطة نتاعنا هاي حضرت، ناخذ من بعد على الدريساج. يعني حضرنا السلاطة، حضرنا شوربة العدس، وتو باش نحط المواصر تتفور. المواصر باش نخليوها تتفور رجع على كسكيس وحده كيما تقول. كيما تقول ماماتي زادت كيف استرها نعم تربي. دونك تراي في المواصل اللي قاعد لهنا باش نكملوه، باش نخليوها في البول. هذيك نعم تربي به هكايا نواصل نكور. تاخذوا شربة شربة العدس. دونك العدس حاضر، باش نزيدوه الميلونج هذايا نتاع كمون وشوية ثوم مهريز عربي هاكا، ما عادش لا ماشين لا حتى شيء. وباش نزيدوه مغرفة نتاع هريسة، هريسة تجميع. دونك بالنسبة هاوك شربة نتاع عدس تاع 66 كيف. أهلا شيف جي ليمونس بليزيغ دو ترافايي افيك توا. موا أوسي لو بليزيغ يبارتاجي نادية، بالحق كانت إكسبيريونس برشا، ونادية عندها دوتر بارتيسيباسيون كيك سوا في مسلسلات ولا في حاجة. ولا محل حتيت بزيد هريسة. هكا شربة نتاع العدس حضرت، باش نطفو زيت الكل الكل ونتلهاو توا بالديسير اللي بكري سالني على ديسير. دونك نعملو ديسير كي سور دو لوردينير شوية، اللي هو موس تاع فروماج بيناكولاتا. باه ما نساوش ان سبيسيال ديديكاس للباتيسري لاسيل، باتيسري لاسيل اللي تلقى فيها ديجا تخمم خمت في الناس الكل، تلقى فيها الحلو سون غلوتين غلوتين فري، تلقى فيها شوغر فري يعني سكر بلا سكر، خمت في الناس الكل. يعني للي يحب حاجة ان بو سبيسيال ما عليه كان يمشي للادريس الباتيسيري لاسيل يلقى فيها الحلو سبيسيال سون سكر و سون غلوتين. نعرفو سيرتو برشا عباد يلوجو على النوعية نتاع الحلو هذا. باه نعرفو لو بلون ترافاي كالعادة، دونك كيما تراو ان شاء الله نكونوا خفيف عليكم سيرتو في اللايف. بالنسبه لينا ما نطولوش عليكم ونحاولوا الفائده تعم على الناس الكل. انتم تنجموا تبارتاجيو اللايف باش الناس الكل تستفيد. باهي ازيد كيما قلت لكم نحاولوا نحيوها من بعدنا ونجيبوا المكونات الاخرى. بالنسبه للمكونات هاكا ما تقولوش كان نسي بركة طيب، هاكا حتى رجال يطيبوا تبارك الله، ورجال رجال ونسي يعني يعرفوا يطيبوا زوز يدخلوا الكوجينة.
جيبو بول باش نسحقو فروماج كارو لوندور. عندنا دو شوا سيرتو في الفروماج تارتيني، دونك عندنا ناتور وعندنا اللايت. دونك احنا باش نعملو دو شوا نتاع فيرين باش الناس الكل هاكا كل واحد ياكلو. عندنا فوش ودوي هنا، ناخذ الفوي حلو قبل كل شيء كارو وندور. دونك نجمو تقولو لنا زادا كيف شنو هو المنيو اللي حضرتوه، شنو اللي جربتوه، المخارق نتاع البارح شنو رايكم فيها. انا بالحق بعد شكل فتر عملت عليها جو بنينه تعمل 66 كيف. بالنسبه للمخارق قبلها كنا حضرنا زليفيا، يعني هاو كاروسيت. احنا نحاولوا نسهلوا بالامكانيات الموجوده عندنا، نحاولوا نفرحوا الناس الكل ونبارطاجيو المعرفه نتاعنا. يعني فما دي روسيت في الكونفينمون هكا جربناهم. تحيه للناس الكل كما قلت لكم في الكونفينمون لقات روحها ما تخدمش، شاف حلمي تهامي. كنت قبل في اللايف كان تتفكر شاف حلمي، كنت قبل سيرتو على الشيفان التوانسه اللي هما يمثلوا تونس ويحملوا درابو نتاع تونس اللي هما مازالوا في السعوديه، وحاولت السلطات باش تجيبهم. وان شاء الله بفضل ربي يرجعوا لنا ومحفوظين حافظين سالمين، ربي يحميهم وربي يحفظهم. ساهي ربيعه يعطيك الصحه، ساهي ربيعه، سيرين بوعزيز تاكل وحدك. شايف ليه مازلت البارح؟ اي صحيح البارح كيت واحد المخارق، مي جربوها روسيت، والله روسيت راهي ناجحه 100%. يعني جربتها تعمل 66 كيف. تو باش نخدمو الموس بيناكولادا. دونك الحاجه الاولانيه حطينا فروماج كارو تاع لوندور، باش ناخدو فروماج تارتيني كيف لوندور. يعني لي روسيت راهم تختلف، مي النكهه تكون بنينه تعمل 66 كيف. باش ناخذو المرفه فرغوا الفروماج تارتيني. نعطيكم استوس صغيره سورتو كي باش تخدموا حاجه ان ديسير، ديما حطوا بانسيت سيل. الملح راهو يعطينا نكهه اخرى في الحلو. حياه برافو ميرسي نوار خليف، شنو باش تصنف لنا شيف فروماج تارتيني لوندور ياسر بنينه يمين. باه شنو باش نحضر لكم، باش نحضر لكم بالنسبه للتو للديسير فيرين نتاع موز فروماج. دونك عملت ميلونج بالفروماج تارتيني لوندور، فما لايت وفما ناتور، باش خلطوهم زوز مع بعضهم. زدناهم فروماج كارو وباش نوريكم بالسيسه بالسيسه كيفاش باش نحضروا موعدنا ديسير. دونك مريم وين نلقاها روسيت مخارق؟ بالنسبه للروسيت تاع المخارق تنجم تلقاها في شان يوتيوب في الرديف شيف مؤمن بن يونس، تلقى الروسيت نتاع المخارق كنا حضرناها البارح. هذا لايت كيما قلت لكم زاده، يعني تنجموا العديد من الوصفات انتوما تنجموا تحضروها وتعطيونا رايكم. دونك من بعد ما حطينا الفرماج ونكمشخشوا بالفرماج بالفوي كيما تراو هايا بالفوي، نخدموها مليح مليح مليح. لازم نحطو بابيي لحظة بركة، نخلطو الموس. هنا رسيت كيما هكا سيرتو في الموس تخدم سكريبس عليه. باش نحط بانسي صغيرة تاع ملح كيما قلتلكم، خاطر الملح اكستراكتور دو جو سيرتو في الحلو. نجيب لي زوطر انغريديون. دونك بالنسبه لي زوطر انغريديون
كيما قلت لكم بكري انا سبيسيال ديديكاس لباتيسري لاسين. باتيسري لاسين خامت في الناس الكل، في اللي يحب بسكوي واللي يحب حتى حلو ناقص سكر ولا سون غلوتين. اليوم خذينا من باتيسري لاسين بسكوي نوات كوكو. البسكوي هذايا اليجي يعني ناقص شويه سكر. هذايا بالنسبه للبسكوي اللي باش نحضروا بيه هذا سهل. وعندنا زيت كيف كيف صوص تعمل 66 كيف. ميرسي شيف مومن يونس يعطيك الصحه وان شاء الله على قريب نروح. شيف حلمي يعطيك الصحه انت زاده، والله في كل مره نتفكر الشيفين اللي موجودين كل في السعوديه واللي موجودين برا واللي الله غالب توا في الكونفينمون ما نجموش يروحوا. نقول لكم راهو قلوبنا الكل معاكم وان شاء الله تروحوا على قريب وبسلامه. داركم راهي تونس وراكم انتم تمثلوا دربو نتاع تونس. حسني يعطيك الصحه شيف. به نكملوا لكم بالنسبه للصوص الخفيف نتاع ديسير. عندنا بيناكولادا نتاع لافرويتير صوص توبينغ باش نحضروا بها الديسير. نحيي الصوص كل 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 من هنا باش نجمو نخدمو مرتاحين. عندنا بوش ودوي. بوش ودوي هذوما راهم تاع الوالدة ربي فضلها. دونك هاكا يعني كل واحد وكيفاش يساهم في اللايف. هذا البوش كيف كيف فما طريقة أخرى باش نعبيو بها البوش. نجم نحطو فيه في الفريزليتر ونعبيو. احنا استنسنا على محالة بلي ترساش رمضان كريم. كما قلت لكم نذكركم كيف شنو حضرنا للموسم تاع الفرماج وين نلقى صوص شيف. الصوص هذا كيف كيف حياه موجوده راهو في الكرون سيرفاس. والله سبحان الله لي برودوي الكل جدد 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 الكل موجودين في اللايف يعني سبحان الله بالحق. صوص كيف توبينغ موجوده في الكرون سيرفاس تلقاها في كارفور ولا في ام جي. نعبيو البوش بالفرماج. رسيت سهلة ما طلبش برشا وقت وما طلبش برشا جهد. وفيسع فيسع تلقاو عندكم فيرين تعمل 66 كيف. باهي البوش هذايا سي بون. ماري مامارا سلم عليها الوالدة بنت خال سلمت يسلمها. نحيو زي الكل. باهي نتوما نجيبو لي فيرين. بالنسبة لي فيرين شوفوا الشواء طيارة برشا نتاع ليفيرين هذوما من ميزون الموند ان سبيسيال ديديكاس ميزون الموند. كي نقولوا ار دو لا تابل في لي ريستورون في الوتلة في الديار كيف كيف مع عند ميزون الموند سونيا ان سبيسيال ديديكاس. وتوا نبداو في تحضير الفيرين ان شاء الله نورمالمون التصويرة واضحة. باش نسحقوا صوص توبينغ لا فرويتير بينا كولادا. عندنا بسكوي بنوات كوكو اليجي مع عند باتيسري لاسين. وعندنا الفروماج لوندور كارو والفروماج التارتيني كيف كيف لوندور لا ليجي وناتور اللي خدمنا به الموس. باه نبداو العمليه. ديما اول حاجه باش نحطو شويه توبينغ قبل كل شيء سيرتو عنده نكهه اخرى كنا جربنا قبل الباربا بابا. وتوا هاكا البينا كولاد هاكا يعني في الدار قولوا علينا في الريستورونات مادام توا كونفيرمون فماش الخروج للريستورونات. انا نحضروا في الحاجات اللي نلقاهم اكثريه الوقت في الريستورون
باه دونك انا لما حالا نحب الفيرين هذايا صغرونا كيما تراو ما نخبيو عليكم حتى شيء، كل شيء نحاولو نعملوه قدامكم بالامكانيات الموجوده. باش نعمل بلوزيور موديل بتاع فيرين وانتوما اعطيونا رايكم قولوا لنا. اليوم فماش شكون اللي قال برشا تكلموا حكيوا على دبارة شو مشي طيب، كلها برام مش طيب حتى شي خاطر تبع في دبار. دونك كيما قلت لكم على بسكويت هذا اللي جاي بنوات كوكو من باتسري لاسيل، ناخذوا امتي مرسو هكا في الفيرين الاخرى في الاكستريميتي نحطوا البسكويت هاكا كيما ستيل تيراميسو، مي هاكا طريقة أخرى. ديما قلت لكم سيرتو باش تقعدوا تسمعوا برشا في لي روسيت وتفكروني، تفكروا قولوا قال شيف مومن اللي توا الناس الكل شوية يقول لك تارت أما فاسون، بريكا أما فاسون، كوسكسي أما فاسون، نواصر أما فاسون، الناس الكل باش يوليو يقولوا هالحكاية هذي. علاش؟ على خاطر بالإمكانيات اللي مفماش ولينا نحاولوا نجتهدوا ونعملوا دي ديكلينيزون، دونك سي بور سا هاكا نقولوا كلمة أما فاسون. من بعد ما حطينا البسكوي بنوات كوكو باش نعملو امتي لابيل بالصوص بينا كولادا لا فروتير قدامكم. كيف رانا نجمو نزيدو حاجة أخرى، شهيتني شاف وأنا ضيفة قدام الحلو والله سمش نقولك. ها هو لي فيرين عندنا أربع فيرينات نقسموهم لي شي الأول مرحبا بيه، وذي الفيرين صغرونا نحب الفيرين هذايا هكا. القلوب الضعيفة اللي متنجمش تقاوم قدام الحلو دونك تنجم هاكا تجي تاخذ الحلو فما حتى مشكل، تكرر العملية. نكرر نفس العملية كما قلت لكم. بالنسبة لفيرين تلقاهم في ميزون الموند موجودين وبالإمكانيات المحدودة هنا نحاولوا باش نعمل لكم حاجة كيسار دو لوردينير. باه هذا الفيرين كما ترى فيه باش نزيدو البسكويت هذا الموديل نتاع تريساج هكا. حاولوا نوع ذي موديل اخر تو نتعدي التوبينغ. عملنا بايلة غدوة صاحبي رفيق، اهلا بيك رفيق. نسيب قدامكم قدام الكاميرا بركة هكا فيرين تعمل 66 كيف ان شاء الله تعجبكم. جربوها في الدار وقولوا لنا رايكم، خليونا دي كومونتير وتفاعلوا معنا على الصفحه نتاع الفيسبوك لي دين عسلي اهلا بيك. دونك هذه كانت الفيرين نتاع الموز دو فروماج، حضرناها بالفروماج ترتيني لوندور فروماج كاروز هذا كيف زدناها البسكوي بنوات كوكو اللي جي مع عند باتيسري لاسيل والكولي زاد بينا كولادا مع عند لا فروتير. هكا يكون الديسير الاول اللي حضر نحطوه على جنب دينا. الشربة نتاع العدس، الشربة نتاع العدس حياة شاف نجمو نعملو صوص كراميل، نجمو نعملو صوص كراميل، نجمو نعملو صوص شوكولا، نجمو نعملو صوص بالفريز، يعني أي حاجة
مي ان ميلونج كي سو ماري تري بيان سورتو البسكوي بنوا دو كوكو ومعاه البيناكولادا سورتو حتى في لي كوكتيل راهو الصوص هذايا نتاع التوبينغ نجم حتى في لي كوكتيل تاخذ كابابا نزيد شويه فريز شويه تفاح تضربهم في البلندير ومن بعد فوق تزيد شويه صوص توبينغ نتاع بيناكولادا مع الجلاس تاخذ تعمل سموثي يعني اون انفينيتي نتاع روسيت تنجموا تحضروها باللي صوص باللي زانغريديون هذوما في الدار هوم ميد باش نحيو الزيت الكل نتفقدوا الماء للغاز هذا صوص الموصل ما شاء الله الموصل تتفور دونك نورمالمون ان شاء الله بقدرة ربي يكون عجبكم المنيو اللي احنا حضرناه نذكركم ان سبيسيال ديديكاس للناس اللي ساهمت الكل في نجاح اللايف هذايا ديديكاس لخالد عويش تونسكوب ديديكاس لحازم رعيس راديو بون لونور لي سبونسور الكل اللي ساهموا كيف كيف من لوندور من الورده من دياري من نجمه من هابيس ميزون الموند ويربول فريشكا ديستريبيسيون بونا لي صوص بونا فرويتير وفريشكا زيت نجمة كيف كيف لي زيبيس تاع بن جميع والفرماج بتبيع لندور يعني قلت نزيد نعاود نقول العيشة كلها جبن ومغرونة كل شيء ان شاء الله تعجبكم لي روسيت خليونا كومنتير وإلا تفاعلوا خليونا ميساج ولا كومنتير في لي باج اللي نتاع الشيف مؤمن على الفيسبوك الانستغرام كيف كيف الشيف مؤمن وللي ما خلطش ينجم يتفرج على الروديف في شان يوتيوب شيف مؤمن بن يونس وبقى لي توا كان باش نقول لكم كان شهية طيبة تابعوني بعد على الريساج تنهبطكم على الباج وقت الريساج شهية طيبة.